صباح الخير البنات، صباح لاباس عليكم. اش كتعاودوا اخباركم؟ كي دايرين؟ كي داير مع شي صوم خصوصا الناس اللي صايمين؟ كي دايرين وكي دايرين حتى الناس اللي ما صايمين؟ صباح لاباس عليكم. شوفوني انا يبجي كيفاش داير. بينا فيا بدا كيدخل عليا رمضان، ما كنصحاش ما كناكلش مزيان، بدا كيدخل عليا في وجهي، كنبان بحال شي مومي، كنبان بحال شي وحده ميته وعاده فايقه. ميته شحال هادي وفقت من لا فقت من الموت ماشي من النعاس. سينو صافا لاباس عليكم بخير. فخت شويه شويه الدار كما العاده اللي كان ضروري داكشي، ما يحيدوش الطبيب ضروري ولا راه غادي تعفن غنوض فيها الدود. جيت البنات للسوق ناخذ شي مسائل، ومن بعد راه غادي ناكد الا درت شي حاجه نتوما معايا، وغادي ديروا معايا الفطور مجموعين. نقول شي حاجه البنات، كل يوم كي دايرين لاباس عليكم؟ انت كاع منتوف داك الشكاك كاع منتوف. اه جا البنات يد في الكتير الدار كما نقول لكم، وبدل حوايجو. انا خرجت مع 12 للسوق حيت ما عنديش الوقت بزاف، حيت ولدي داخل مع 3. الناس اللي عارفين راه التوقيت تبدل، داك الشيء كتسولني علاش يد دائما معاك في الفيديوهات بعض المرة، حيت يد البنات حيت التوقيت تبدل، ولاو كيدخلوا مع 9 ديال الصباح كيخرجوا مع 12 و15، وكيدخلوا مع 3 وكيخرجوا مع 6 و15. ياك اياد ما غلطتش؟ داكشي علاش؟ لا 6 و14 و 12 و14 و14 يا اخو 16 نيت. اي نعم اون في لا غاب ا 2h14 اوكي. مي مرايا هذيك 12 و15 6 و15 قلت لكم جيت به هنا للسوق غادي نعطيتو غير شي حاجه ياكلها في الدار من داكشي اللي بقى من البارح، ومن بعد غادي جبتو هنا للسوق يتغدى، ومن بعد انا غادي نتغدى شي حاجه حتى انا خاصني ليه تتقضي شي حاجه. المهم جبنا معنا تاع دبيلي للسيقه، السيقه لاصقه معنا. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي اش كيدير عندك الكلب، بنات راه الكلب ماشي ديالي، ديال اختي، راه غير شاده ليها كتسافر مره مره وما كتلقاش فين تحطو وكتخليه عندي انا كنشدو ليها. هذا الشيء هو. وهنا ابنات راه مشيت للسوق تقديت فيه شنو بغيت ناخذ، بات عندي مريم مشينا انا وياها شويه الاسواق سلام، خدينا شي خدينا داكشي باش غادي نديرو الفطور انا وياها مع تايا صايمه مسكينه. ايه كدابه صايمه كناكل مشكله انا اللي صايمه، ما هي ما صايمه والو. كنتي شافيا مناش مشكله عليك مشكله انا فيا الايمان ماشي الحال. انا رمضان اللي فات ما تبعني حتى شي جي سعداتك سمتو الشهر كامل سعداتك برافو عليك. عطينا شويه الله خير ماشي ام بصح يا ربي سمح لي زعما رجعنا كنا نبقى نقسموا لهم شويه والله العظيم ما كرهتش انا نيت لا العظيم ما كرهتش هما داك الشيء ديال والله هما مزوجين بينا هذا الشيء اي فعلا قال لك اي ايه قال لك قال ايه باطو باطو هو حنا دابا حنا راه كبير في الباطو يصيبوا لينا ولكن ما يمكنش داك الشيء يمكن يتشاركوا معاهم كل شيء حتى الصير يكملوا وحنا فاش كنفطروا كيتشاركوا معنا هما مساكن الفطور قالت لك كيتشاركوا معنا كل شيء يلا العظيم غير حنا اللي كنفطروا فيه هما غادي كنسركلو انا وياه للدار ما كاينش طاكسي هنايا غنمشيو انا وياه على الطاكسي سمعك طاكسي ها هو انا في الطاكسي ها هو طاكسي حط الميليتير قال هادي غتصيفطني للحبس والعسكر انا تدخل عمل الميليتير اللي لابسه تلاقيت مع واحد لابوني في كلوب قالت لي كتباني غليظه في لي فيديو دخلت راسك في الفيديو فين غاديه هي قالت لي علاش كديري هكا ورا بصح نيت باش يعرفوني تخلعات فاش قالت لي كتباني رقيقه في لاصال اه بصح كل ما انت راشي والله الا شفتني كانت ريني كنجري قالت لي قالت لي كتبان لي رقيقه ماشي كتبان لي غليظه تا وانا دابا باش نبقى ندور وحيدي الدفا هيا الكاميرا مختي راسك فيها اش قلتي مع مرات تاخد ماما فاش كنهضر معاها في واتساب كندير ليها فيديو ديجا بعدا باش دابا راه كتشوف ماما كتكريتيكيها ماما كاع ما كتعرفش مسكينه يوتيوب
كتشوف هي كتعرفو غير كتشوف دي تخيك yeah. وكنقول لها ماما ابي على هذيك ديال الفيديو عرفتي باش ابي باش تفي ملي كاديك ديال الفيديو مشيت عيط لراسي وفاش كدير الفيديو كدير الوجه بحال هكا كي دايره بنتي لاباس عليك كي دايره تنقول لها ماما بعدي الكاميرا هاد مريم حمقى سمحي لي كتقولوا عليا انا حمقى او هاد مريم اش بان لكم فيها دروك الحمق فيه وفيه اي والله العظيم راه فيه وفيه كاين اللي حمق بعقله كاين اللي حمق وخر ليه العقل المهم هو المشاركه معنا عليك يلا وبزاف هاد الجاكيطه باش زوينة فيها الجيب واو دخلي فيها خطيره الجاكيطه خطيره بطلع حرف خطيره هاد الجاكيطه لا مدش علينا انا بعدا صايمه سي نورمال الا كندير كيكولي كي مريم ما فهمتهاش علاش تاكسي علاش حفانه عشت الطاكسي غنمشيو للدار باش نطيبو الفطور عطان نعرف شحال هاد الساعه وحنا باقي ما مشيناش جربوا البنات هاد النيكات ديال الدجاج كيجرا عين بنان بنان بزاف رغم انني ما قلت لكمش ما وردتكمش المقادير ولكن غادي نقولهم لكم حيت كنت كان فيلمي ولقيت كلشي في الاخر ما فيلمي حتى شي حاجه ولكن غادي نقولهم لكم غير تصنتوا مزيان وغادي تفهموا كيجيو رائعين 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 بزاف 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 وبنان غادي يحمقوكم جربوهم لوليداتكم بلا ما تبقاو تشرو لهم داكشي ديال الزنقه من الاحسن ديرهم لهم في الدار غادي يعجبوكم يلا بقاو مع الطريقه والوصفه حتى الاخر بنات سمحوا لي بزاف 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 كي تحب لي واش كنت كنصور في الاخر لقيت راسي ما كنصورش المهم درت الدجاج هنايا الهبره ديال الدجاج طحنتها وزدت عليها تقريبا جوج معالق ديال المعدنوس والقزبور طحنتها عاوتاني زدت عليها خمسة ديال الفصوصه ديال الثومه كبار خمسة ديال الفصوصه ديال الثومه باش تنسمها مزيان وزدت عليها الثومه ناشفه هكا شفتوها الثومه ناشفه زدت عليها شويه ديال الحامض عصرت فيها شويه ديال الحامض درت فيها شويه ديال البزار نص معلقه ديال البزار كحل درت فيها نص معلقه ديال سكنجبير ودرت فيها شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت العود وبيضه بيضه كلها كامله وطحنت داكشي كله حتى خرجت ليا هذه الطريقه هذه سمحوا ليا بزاف 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 كي تحب لي راسي كنت كنصور في الاخر ما طلع ليا والو ما صورت ليا والو ما شتاش طفات ليا المهم راه ساهل غديروا جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس خمسه د الفصوصه ديال الثومه غادي ديروا بيضه كامله شويه ديال الملحه شويه ديال البزار شويه ديال السكنجبير شويه ديال الثومه ناشفه وشويه ديال هذه ديال الحامض ديال الحامض باقي ما درتوش هو اللي غادي ندير دابا خاصني واللي كتجيكم البنات كيجي بحال لونيكات عرفتوا الشكل ديال لونيكات اللي كتاكلوا في ماكدونالد كتشرو في ماكدونالد بحال الشكل ديالهم تقريبا كيجيو بنان بنان كثروا البنات شويه ديال السكنجبير وكثروا الثومه الثومه ما تنساوش الثومه كثروا ديروا خمسه سته ديال الفصوص اللي درتو مزيان وطحنوها دابا غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش ندير ليها وهنا البنات راه كلشي واضح وباين غادي ندير شويه ديال الزيت كما بحال غادي تقلي الفريت ولا شي حاجه تقدروا تدخلوهم للفران تقدروا ديروهم في شي لاباغي ما بغي عندكم ما كتقليش مزيان تقدروا تجربوا كما عجبكم انا البنات ما بقاش عندي الوقت يعني لحقات الوقت الفطور وحنا باقي ما ساليناش يعني لقيتهم في الزيت هي اسهل حاجه وما غاديش تدي ليا بزاف ديال الوقت خلو شويه الزيت يسخن وهكا وبقاو بجغوهم هكا شويه في الماء في الماء ولا لا الماء بجغوهم شويه هكا في الزيت حتى كيطيبوا غير حاولوا البنات ما طيبوهمش بزاف 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 عاوتاني ياك غير يطيبوا صافي بركه عليهم يحمروا بركه عليهم حيت الا طابوا بزاف عاوتاني غتنشف الدجاج لداخل ما تنساوش البنات الا بغيتوا تقدروا تزيدوا اي حاجه عندكم يعني اي حاجه غير تفنوا انا هاد النيكات ما شفتهم حتى شي بلاصه انا بوحدي اللي درتهم يعني اخترعتهم غا بوحدي بقيت كنرون ودرتهم ولكن طلعوا رائعين وزوين بزاف بزاف جربوهم كما قلت لكم ما طيبوهمش بزاف باش ما ينشفوا تقدروا تزيدوا لهم الصوجا لاصوص ديال الصوجا حتى هي فاش كتخلطوهم تخلطو معاهم لاصوص ديال الشوده تقدروا ديروا البصله تقدروا ديروا اي حاجه وخلطوهم راه غتعطيكم المذاق زوين اصلا الدجاج البنات انفو ديروا الدجاج الثومه صافي راه كيولي زوين الدجاج هو الثومه الدجاج درتي الدجاج الثومه غيولي زويون صافي كنبقى البنات كنقلي حتى كنسالي على هذا على هذا الشكل غادي تشوفوا الشكل ديالهم في الاخر كيولي راه كيحمروا غير ما طيبوهمش بزاف الا طيبتوهم بزاف كينشف اللحم وكيقصحوا شويه يعني خلوهم شويه باقين رطبين ما طيبوش عاوتاني حتى يطيبوا بزاف ويقصح اللحم الا بغيتوا كاع باش ما يطيبوا لكمش بزاف وما بغيتوهم يحمروا دغيا باش ما يطيبوش من الداخل بزاف يكونوا شويه ما ناشفينش غادي تاخذوا البيض وتعاودوا تغمسوهم في البيض وتعاودوا تقلوهم هذاك غادي يحمروا دغيا وما غاديش تسناهم حتى ينشفوا من الداخل يعني غمسهم هو الاول في البيض عاد قلوهم في الزيت بالنسبه لي انا هذه نصيحه مني والله اعلم كل واحد يدير لي ريحه المهم جربوا مع البنات وردوا عليا الخبر غادي تعجبكم هذه الطريقه اكيد 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 اكيد
وهنا جات وقيته ديال الحلوه. البنات خديت غتاخذوا اي حلوه عندكم، انا عندي هاد الحلوه، غتاخذوا اي حلوه ديال الجميله، حلوه عاديه كيكه كيكه كما كانت كيف ما كانت عندكم، اي حاجه خدوها. البنات هاد الحاجه كيحمقوا عليها الدراري الصغار، انا بالاخص دايرها دابا لولدي حيت ولدي كيحمق عليها على هاد الشكل. المهم خديت اي، غتاخذوا اي كيكه عندكم كيف ما كانت الشكل ديالها، المهم تكون كيكه وصافي. غادي تفرتوا على هاد الشكل، غادي تزيدوا عليها شويه ديال لا كريم فريش، القشده الطريه، زيدوا عليها على حسب تشوفوا، ولات بحال شي بات، بحال ولات بحال العجينه، فهمتوني؟ قوت معسوها، تمعسوها، تقدروا تمعسوها بيديكم ما كاين حتى شي مشكله، انا حتى الاخر غادي نمعسها بيديا. غادي تدخلوا معها هاد لا كريم، غادي تشوفوا الا خاصكم بعدا السكر اللي كديروا اصلا. الا كانت حلوه مسوسه غتزيدوها شويه ديال السكر، ما كانتش مسوسه صافي خلوها هكا. انا ديجا كانت دايره فيها ديجا السكر، يعني زدتها غير شويه ديال القشده الطريه، وغادي تجي هذيك. جربوها البنات غادي تعجب الدراري الصغار. هاد الحلوه البنات كتجي على الشكل ديال سماما صغيوره، كتعرفوا لي سوسات سماما صغيوره للدراري الصغار، كيتعجبهم. انا ولدي كيحماق عليها، من احسن الحلويات عنده هي هذه. كل مره كيقول لي ماما ديريها ليا ديريها ليا، زوينه زوينه بزاف، غادي تعجبكم. كتجي الشكل ديالها رائع، والمذاق ديالها رائع رائع، مش مختلفه يعني. واخا كتكون هي حلوه كيكه عاديه، ولكن انفو كتزيدي ليها لا كريم فريش بحال هذا الشكل كتولي رائعه رائعه. تقدروا تزيدوا لها شويه ديال الفاني، انا ديجا الحلوه كان فيها بزاف الفاني، مكثره فيها ديجا الفاني، يعني انا عندي ديجا المذاق ديال الفاني. بالنسبه لكم نتوما اللي الحلوه ديالو ناقص فيها، تقدروا تزيدوا اي حاجه فيها، منزلوا القشده الطريه وزيدوا عليها حتى شويه ديال الفاني. المهم غادي على داك الشكل، غتزيدوا اللي جاب اللي جا لكم على راسكم. وهنا غادي تاخذوها البنات، انا عندي هاد هاد البارتيه واخداها ديجا من برا، يعني انتم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد البارتيه هادي، غادي تاخذوا كتعرفوا العواد ديال الصمامه، يعني اي حاجه، ولا غادي تاخذوا غير داك ديال القطبان ديال الخشب، عرفتوا داك القطبان ديال الخشب اللي كيتباعوا، تقدروا تقدبهم ويجيكم ستيل حتى هو زوين، نفس الشيء غيجيكم نفس الشيء. انا فاش ما كانتش عندي هاد البارتيه هادي، كنت كندير غير بالعويدات ديال القطبان ديال الخشب، العواد ديالهم كنت كنستعملهم عاديين انا. ولا اللي ما بغاش يدير القطبان ديال الخشب، غادي تقدروا تاخذوا غير هادو ديال الصمامه كتعرفوهم، غتاخذوهم وتبقاو ديروا فيهم هذا الشكل، كتكركبوها هكا على شكل دائري، وكتدخلي فيها داك العود هكاك من الداخل، كتجي على شكل ديال الصمامه. فاش غادي تسالوا كلشي هادشي كتشوفوا البنات العجينه كيفاش ولات، دارت بحال العجينه، ولات عاديه بحال العجينه. ومن غادي تدخلهم بعد المجمد يتجمدوا واحد 5 دقائق 10 دقائق، ماشي اكثر، 5 دقائق 10 دقائق، غير فاش نحطوا عليهم الشوكولات ما يبقاش سايح. انا البنات ما بقاش عندي الوقت، انا ما دخلتهمش للثلاجه حيت تعطلت بزاف 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 بزاف، ما بقاش عندي الوقت يعني. وحتى لا ديكوراسيون ديالهم ما قادتوش مزيان، حيت ما بقاتش عندي الوقت، المغرب غادي يودن وانا باقي ما ساليت، خاصني نحط لهم العشاء، فهمتوني؟ يعني راه قادتهم دغيا دغيا، بغيت غير نوريكم كيفاش، ما بغيتش زعما نحيدها لكم، بغيت نشاركها معكم. واخا نورمالمون ما جاتش شي شكل زوين، ولكن المذاق ديال البنات كيجي خطير خطير خطير، وخصوصا هذيك اللي غادي ندير لها الشوكولاط ابيض، وخصوصا لي شوكولا بلون كتجي رائعه رائعه رائعه. خديت شويه ديال الشوكولاط ابيض، زدت ليه شويه ديال الحليب وسخنته في الميكرووند، الشوكولات كحل غادي يدور ليه غير شويه ديال الزبده. ولكن البنات اتونسيون، الشوكولات بيض خلوه حتى ينشف شويه شويه، ما ديروش بحالي انايا درتو نيشان، خلوه ما ديروش نفس الغلط. هنا خديت شويه ديال الكوك ناشف كما قلت لكم، الشوكولات بيض غادي تسناوه حتى كيجمد شويه، حتى كيبدا ينشف، ولكن ضروري الشوكولات البيض ديروا معاه شويه ديال الحليب باش يذوب، حيت ما كيذوبش الا ما درتوش ليه الشوكولات البيض الحليب. قلت لكم غادي تبقاو تمعسوا فيه على هذا الشكل، يعني الشوكولاط الكحل صافي دغيا كيشد فراسو دغيا كيقصح، ولكن الشوكولاط الابيض خاصو وقيته بزاف، حيت هو فيه بزاف ديال الدهون على الكحل، بزاف 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 كاع اكثر من القياس. المهم هذا كتبقاو على هذا الشكل، كتذوقوا كيما بغيتوا، راكم الزواق راه كل واحد وشكل ديالو. الا عندكم دوك الزواق كتمشوا تجيبوهم من السوق مع صحاب اللي كيبيعوا داكشي ديال الحلويات، راه كيبيعوا هادشي ديال لا ديكوراسيون ديال الحلويات، داك الفانيد الصغيور، ديك لي بيبيت ديال الشوكولات، ولا بحال هذا الشكل غديروا اللي يعجبكم، اي حاجه عندكم ديروها، ولا غتغمسوهم غير في الكوك كلهم، كيجيو من الاحسن، كيجيو بنان من الاحسن في الشوكولات بيض والكوك، ديروا هذه من الاحسن كاع. الشوكولاط ابيض والكوك كيجوا رائعين، هي الوحده هي الوحيده اللي عجبتني انا فيهم، ما عجبتنيش ديال الشوكولاط كحل، هي زوينه ولكن انا مون بريفيري هي ديك ديال الشوكولاط ابيض والكوكو والكوك، جات رائعه رائعه رائعه. كتبقوا على هذا الشكل حتى كتسالهم، يعني راه ما كايناش شي حاجه اكسترا اوردينير. ومن بعد كتدخلهم شويه عاوتاني للثلاجه، انا ما دخلتهمش البنات للثلاجه، ولكن اتونسيون خلو
الشوكولاط البيض حتى كيبرد شويه عاد تقدروا تمعسوا عاد تقدروا تدخلوا فيه هذيك الحلوه كيكاك باش دغيا ينشف باش ما تبقاش تكفح. غتشوفوها انا في ديك الجاريه جالسه كتكفح ليا شويه شفتوها مع ما خليتها شويه ما خليتش شويه الشوكولاط زعما شد فراسو قصح باقي دايب بزاف كنديروا فيها وكيبقى طايح. المهم كتجي رائعه 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 جربوها وردوا عليا الخبر وغادي تعجب وليداتكم بزاف 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 غادي تحمقهم. حنا سالينا الطياب راه دارت مريم قلات هنا الصول قلات الصول ودارت اللوبيا. انا درت لينيكيت ديال الدجاج ودرنا الفخيت ودرنا هاد لاصالاد هي هذا درنا لاصالاد كبير. يعني حنا راه كاين معايا البنات كاينه هي وراجلها وبنات خوتي يعني حنا كاين كثار حنا تقريبا 7 الناس. هذا هو الشكل ديال الحليوات راه باقيين وحدين اخرين هادو غير قاديتهم انا نوريهم لكم. هذا هو الشكل ديالهم شفتوهم كيفاش كيجيو زوينين هكا الشكل ديالهم رائع وباقي انا شي وحدين ما قاديتهمش مزيان يعني درت لهم غير شي مقاده ديال اليهولاوه وصافي غير ما قاديتهمش من الممسالياش ما عنديش الوقت. ودرنا تما لا سوب صوب وكاين العصير فوالا هادشي هو اللي درنا الفطور اليوم. يعني كثرنا نورمالمون هادشي راه كثير انا بالنسبه ليا هادشي راه كثير ما كناكلش بزاف زعما مريم ما كتاكلش كتاكل بزاف فيك مريم كتاكلي انتيا فيك جوع خليني راه بديت لاصال خليني ما تجبدينيش. راهم شوفي غناكل بلوس دو سالاد باش ما ناكلش جوج. راهم شفتهم فين باقيين الاخرين كيتقصحوا هادو هادو هما الاولين اللي قصحوا اللي درت في الاول. انا غادي نفطر دابا حيت راه قرب يود المغرب صافي غادي نفطر. هذا هو الفطور ديالنا ديال اليوم.